بعدما رفع الجيش العلم السوري في محافظة درعا يستعد من جديد لمعارك الجيوب الأخيرة للمسلحين جنوب سوريا في القنيطرة وحوض اليرموك. ومع اقتراب جبهة الجنوب من الهدوء، تشير معلومات واردة من الشمال إلى أن الجيش بدأ بحشد قواته في الريف الشمالي الشرقي لمدينة اللاذقية وما تبقى من مرتفعات جبلية مطلة على جسر الشغور في ريف إدلب الشمالي، استعدادا لبدء معركة الجبهة الشمالية. وفي شأن قضية الخوذ البيضاء، أكدت الأمم المتحدة أنها استقبلت 422 سوريا من عناصر الخوذ البيضاء عبروا إلى الأردن من إسرائيل طالبين اللجوء إلى دول غربية. تنسق مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين في الأردن مع الحكومات المعنية لاستكمال أوراق إقامتهم المؤقتة تحسبا لترحيلهم إلى البلدان التي وافقت على توطينهم. ولا يزال مئات من عناصر الخوذ البيضاء في جنوب سوريا ينتظرون المغادرة بعد إجلاء مئات منهم إلى الأردن عبر إسرائيل.